اكذب على ايه؟ فعلا بتقول لابنك ان احنا مش قادرين نجيب عيش و... مظبوط مظبوط. طب الوضع ده صعب جدا ان اي حد يتحمله، بتتعامل ازاي مع هذا الوضع ما انا عشان كده في الاخر لما فاض بيا وتركت كل الابواب وما عنديش وقلت الحيله لا حول بيا ولا قوه، خلاص ابتديت اتكلم، ابتديت يعني خلاص ضغط نفسي وستريس وضغط نفسي وعصبي، يعني ربنا ما يورى عدو ولا حبيب، يا رب. بس ما عنديش حاجه تانية اعملها، يعني قلت الحيله بس. طب انت حاولت تتواصل مع النقابة؟ النقابة عارفة مشاكلك لا ما حدش من النقابه كلمني خالص؟ ولا قال لي انت فين، معقول بعد التصوير والله وبعد العظيم ما حد من النقابه كلمني ولا حد قال لي انت فين بس. طب وانا هكذب ليه؟ طب لو حتى حد نقاب هبقى ده هبقى فرحانه بيهم يعني، مظبوط. بالعكس. طب انما ما حدش كلمني من النقاب، حد من زملائك حتى ناس بت ما فيش غير يعني مدام نجوى فاءد كلمتني من شويه كل وقالت الشكر لي والتقدير ليها طبعا. كانت الجمهوريه بتسجل معايا وقالوا لي انتوا كنتوا تقريبا موجودين، كنا موجودين فعلا. وعملت دخلت لايف وعملت وقالت كلنا حالنا حال وفاء مكي وما بنشتغلش، وبتقال لنا ربنا يسهل وان شاء الله ولا حياة لمن تنادي وكلنا ظروفنا. اقول ما انت سمعت الحديث يعني، مش هكذب كنت موجود وسمعت يمكن حديثها. انا كنت موجود لكن الجمهور اللي بيسمعونا بيشوفونا ما بيتعرفوا يعني تقريبا. شاهد شاهد زي اقول لك شاهد شاهد، ومن قال انت بتعمل معايا حديث؟ وانت طبعا. كنت قاعد موجود وسامعت، تقول بما يرضي الله يعني، مش نفاق ولا جدال يعني. طبعا من الواضح انه في مشكلة في النقابة، وانه في مش بس الفنانة وفاء مكي اللي بتعاني من هذه الظروف، ايوه فيه زي حضرتك ناس في تانية ناس ولا؟ كتير طلعوا اتكلموا وقالوا، بس انا ماليش دعوه، انا خليني اتكلم عشان ما يتقليش خليكي في حالك، انت مالك ما تتكلمي عن نفسك انت بس. شايفة ايه السبب اللي